الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم. إلى حلقة جديدة في هذه السلسلة التي نتأمل فيها آيات الله عز وجل، والتي وضع لها هذا العنوان المبارك من قوله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى آه آه القرآن يفسر بعضه بعضا ويؤيد بعضه بعضا وهذا شيء دل الناس عليه رسول الكريم صلى الله عليه وسلم عندما كان يرد الناس آه في فهم القرآن إلى إلى آيات من القرآن نفسه ومن هنا فنحن عندما نقرأ في آيات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هذه الايات نقراها ونحن نصلها بايات اخرى من سوره النساء في تلك السورة يقول الله عز وجل: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. وفي آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فتكرر هذا المعنى وتأكد هذا المعنى أن هذه العبادات طريق مسلوك. سار فيه من قبل انبياء وصالحون من عباد الله ساروا في هذا الطريق فلسنا اول السالكين وهذا مما مما يطمئن الانسان ومما يخفف على الانسان كذلك الانسان اذا كان اول سالك في طريق كان في هذا الامر فيه شيء كان في هذا الامر شيء من لا من الخوف أو من القلق أو مما شئت من هذه الأشياء لأن الإنسان بطبيعته عدو ما يجهل ف وربما كان هذا هو السبب الذي يفسر أن الإنسان آه يخاف في الظلام يعني, يعني هو الطريق تسير فيه نهارا فتشعر بالطمأنينة وتشعر بالأمن الطريق نفسه تأتي إليه ليلا فتشعر بالقلق والخوف لأنك لا ترى ما في هذا الطريق فطريق العبادات طريق مسلوك سلكه من قبل انبياء وصالحون و... وكان فيه الخير وكان فيه الفلاح فهذا المعنى تاكد يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم وهناك في سوره النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ثم تأكد معنى آخر وهو معنى التيسير ومعنى التخفيف في آيات سورة النساء وفي آيات الصيام كذلك من سورة البقرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. يعني هذا الصيام على ما فيه من مشقة ظاهرة من جوع ومن عطش ومن هذه الأشياء لكن في نهاية الأمر هو التيسير بعينه هو اليسر كله آه وايات سوره النساء وضحت هذا المعنى توضيحا شديدا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا هذه الآية تبين مقصود العبادات جميعا أن مقصود هذه العبادات هذا التخفيف على الإنسان وهذا التيسير على الإنسان لأن الإنسان بطبعه ضعيف فالعبادات كلها مقصودها أن تخفف عن هذا الإنسان ومن هنا فال... ف... فإذا ذهب قائل مثلا يقول في باب عباده الحج او الصيام او او اي عباده اخرى يجتهد في ان يتلمس الحكم من هذه العباده فيقول قائل مثلا عن الحج ان الحج موسم يلتقي فيه المسلمون ويكون فيه مظهر من مظاهر الوحده الاسلاميه وان, وأن هذه الوحده يمكن ان يترتب عليها تعاون اقتصادي واجتماعي وسياسي وما شئت من هذه الاشياء آه هذا كله حق لا شك فيه واذا ذهب قائل يتكلم عن الصلاه ان فيها رياضة فيها الرياضه للبدن وفيها التنظيم للوقت وفيها هذا كله حق هذا كله صواب و وهكذا في سائر العبادات نجد أن فيها ما فيها من هذه الفوائد لكن ليس مقصود هذه العبادات هذا الذي نقوله وهذا الذي نحكيه طفل صغير سأل والده عن قال له لماذا نصوم يعني لماذا نصوم وأسئلة الأطفال أحيانا الناس لا ينزلونها منزلتها يعني يعتبرون هذا السؤال سؤال طفل صغير أي إجابة تغنعه وأي إجابة هي كافية بالنسبة له وقد لا يكون هذا حقا يعني فالطفل عندما سأل والده لماذا نصوم قال له الوالد نحن نصوم لنتذكر الفقراء المساكين المعدمين الذين لا يجدون ما يأكلون فنشعر بآلامهم ونشعر بحالهم وهكذا فسأل الطفل مجددا الوالد بعد هذه الإجابة التي لم تكن مغنعة بالنسبة له قال له فلماذا يصوم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ما يأكلون إذا كنا نحن نصوم لنتذكرهم ولنشعر بحالهم فلماذا يصومونهم وهو يعرف أن أن الصيام أن في رمضان يصوم الغني والفقير و... وأن الصيام واجب على الجميع. فلماذا يصومون؟ فكانت... ف... فهذا السؤال على على طريقة الإجابة الأولى لن تكون له إجابة، لأنه في الحقيقة نحن لا نصوم ل... لنتذكر من لا يجد طعاما. ولا نصوم ل... لنلتمس صحة في أبداننا. هذه كلها أشياء فيها معاني قد تكون حقيقيه لكنها ليس ليست هي الاصل في العباده وليست هي جوهر هذه العباده وليست هي المقصود الاسمى والاعلى لهذه العباده. العبادات كلها مقصودها هو ان انها تخفف عن الانسان. الانسان الذي خلقه الله عز وجل إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلق الإنسان سبحانه وتعالى يعلم ما يصلح هذا الإنسان ويعلم ما يفسد هذا الإنسان، يعلم ما فيه صلاحه وما فيه فساده. وعلى هذا شرع له هذه العبادات التي تخفف عنه فالإنسان بطبعه يحمل اثقالا بعضها فوق بعض، اثقالا من الشهوات ومن النزوات ومن الاطماع وعنده هذه النفس التي قد تامر بالسوء وعنده هذه النفس التي احيانا تكون يعني مقبله على الخير واحيانا مقبله على الشر وفيه استعداد طبيعي فطري للخير او او للشر. وعلى هذا فالإنسان بهذا بهذا كل بهذا المركوز كله في نفسه لو ترك إلى نفسه ضل ضلالا بعيدا. فالأصل في الإنسان أن يصبح مالكا لنفسه. ومشكلة الإنسان منذ أن وجد الإنسان في أمرين. في الغفلة وفي ضعف الإرادة. الله عز وجل قال: ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، نسي ولم نجد له عزما، هذه هي افه الانسان، اما الغفله والنسيان او ضعف العزيمه وضعف الاراده، فالانسان قد يكون عالما بالخير او بالشر لكن نفسه تضعف وعزيمته وارادته لا تقوى. اما في الصيام في هذه العباده فيعالج الانسان هذه المشكلات جميعا يكون في حال دائم من التذكر ومن التبصر ويكون قويا في ارادته وقويا في عزيمته يستطيع ان يمسك نفسه حتى عن الحلال المباح في وقت معلوم فما دامه على هذه الحال هذا يعني انه اصبح مالكا لنفسه ومن هنا سمى بعض العلماء الصيام عباده الاحرار، ان الصيام يحرر الانسان يجعله في اعلى مراتب الحريه. لان الانسان قد يكون عبدا مسترقا وهو لا يشعر. يعني عبدا مسترقا لنفسه لهواه، لشهواته. فيتحرر من هذه القيود، من قيود الرق والعبوديه الخفيه التي قد لا يشعر بها. عندما يصبح على هذه الحال من آه من التبصر ومن التفكر ومن العزيمه ومن الاراده فيصبح آه عبدا لله. العبوديه لله هي اعلى مراتب الحريه. اذا كان الانسان عبدا لله فهو يعني انه لن يكون بحال من الاحوال عبدا لسواه. لا لعبد لاحد من خلقه. وليس بعبد لاحد من خلقه ولا, ولا يكون عبدا لهواه ولا يكون عبدا لشهواته وانما يكون عبدا خالصا لله وهذا هو الذي قصدته آه تلك المراه الصالحه عندما قالت رب اني نذرت لك ما في بطني محرره 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 يعني خالصا لله عز وجل في عبوديه كامله لله فالعبوديه الخالصه لله هي اعلى مراتب الحريه ولن تتحقق هذه العبوديه الا بهذا الطريق ومن هنا فالذي نفهمه من ايات الصيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر هو الذي نفهمه من ايات سوره النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا هذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته